موضوع الإعفاءات الجمركية هو باب كبير من أبواب الفساد. اليوم الكثير من الشركات بدأت تستغل هذا الموضوع، سواء كانت شركات حقيقية أو شركات وهمية على مدى الحكومات السابقة. يعني احنا ما نحكي بحكومة السيد السوداني، يعني في الحكومات اللي سبقها بدأت هذه الشركات تستغل موضوع الإعفاءات الجمركية بشكل بشع. يعني اليوم مثلا طن الحديد عليه ضريبة فد نسبة معينة، فبدأ أبو المشروع يدخل طن الحديد أو يدخل الحديد بدون ضريبة وينزله بالسوق لصالح جهات أخرى ويستفاد. أول قضية هذا راح يغرق السوق بالمواد غير المعفاة، والقضية الثانية والأهم يحرم موازنة الدولة والموازنة العامة من إيراد ممكن يروح هذا يغذي الموازنة يصير جزء من العجز المالي. إحنا اليوم ما ممكن إنه نتحدث يعني عن موضوع حديث، اللي عنده ملف أو شيء مع احترامه للإعلام يفترض الذهاب للقضاء. اليوم أنا من أشوف أكو فد خروقات أو إعفاءات بصورة غير قانونية ممكن إنه ألجأ للقضاء. فأني يعني أدعو النائب وأدعو أي أحد عنده وثيقة تدل على أنه أكو إعفاءات غير قانونية وتمنح لشركات وممكن هذه الشركات تستغل هذه الإعفاءات يفترض الذهاب إلى باب القضاء. القضاء فاتح بابه وقضاءنا عادل وحقق بالكثير من القضايا وكانت التحقيقات نزيهة. بس أنتي هسه تسأليني أنه ماكو هاي الحالة، أنا أقول لك موجودة 100%.